وحشتيني يا بسبوستي. شفت جبت لك ايه؟ ربنا يخليك ليا يا ابو يحيى. خليك ليا يا روح قلبي. ربنا ما يحرمناش من دخلتك علينا يا استاذ يحيى. ولا يحرمني منكم يا ست عفاف. معلش انا اسف اتاخرت عليكم المره دي شويه. ما تقولش كده، ده احنا من يوم محمد ما مات ما حدش بيسال علينا غيرك وعايشين في خير. يا ست الخير خير ربنا. ما اعرفش كان دراعي اليمين، كنت بعتبره زي اخويا بالظبط. المهم طمنيني، اخبار بوسبوس في المدرسه ايه؟ المدرسه؟ يسمع من بقك ربنا. انا بوديها الحضانه اللي جنبنا. لا حضانه ايه؟ بسم الله تروح احسن مدارس وما تشيليش هم الفلوس خالص. هوديها والله هوديها، بس لما تخلص حضانتها الاول. امال مرش الصغار فين؟ انا لسه منيماه، تحب اصحيهولك؟ لا 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 خالص، خليني نايم. انا بس استاذنك لما يصحى تقولي له عمك يحيى جاب لك مرتب ابوك. كتر الف خيرك يا استاذ يحيى، ربنا ما يحرمناش من دخلتك علينا ابدا. بقول لك ايه يا فخم؟ فخم؟ اه فخم. انا ملاحظ كده من الوقت للتاني انت بتيجي تصوت على الحاره. هي ايه العباره بالظبط؟ وانت بقى تطلع مين يا عم النخوه؟ شغل حاره؟ لا مش القصد، بس يعني مش حلوه في حقي كده انك طالع نازل انت والبيت بتاعك قدامي، عيني عينك. طب اسمع بقى يا عمهم، احنا بنيجي نشقر على ست عفاف مرات مرش الله يرحمه. ست عفاف؟ بس اللي عارفه ان الست عفاف دي عايشه لوحدها. عارفين ان هي عايشه لوحدها، عشان كده بنيجي نشقر عليها من الوقت للتاني عشان نعمل معاها الواجب. طب اسمع بقى يا فخم، انت تاخد الواجب بتاعك ده وتمشي من المنطقه دي خالص وما المحكش هنا. في حاجه حربي؟ حد بيقول حاجه؟ حد بيتكلم معاك في حاجه؟ لا يا ريس سلامتك. طب يلا يحيى. أنا أسف. على إيه ولا إيه؟ على كل حاجة. صدقني والله أي ست في الدنيا كانت هتبقى مكاني وجالها مسج إن جوزها بيخونها أو ومتجوز عليها كانت هتعمل نفس اللي أنا عملته ده بالظبط. بس أنا مش متجوز أي ست، أنا متجوزك أنتي. غيرت عليك يا يحيى. الأيام الغيرة بتبقى حلوة لما بتزود الحب وتخلي العشرة تهون، انما لما تتحول بقى لشغل مخربه وجواسيس وتدوير اسمها شك مش غيره. ما خلاص بقى قلت لك انا اسف. خلاص يا ستي ماشي، بس انا يعني عارفه انك جدع، كنتش عارف انك جدع قوي كده. ما هي ما بتهونش غير على الغلبانه بنت الناس. يعني ايه؟ يعني ما يحسش بالغلبان غير الغلبان اللي زيه. الواد مرش كان طيب، جابها من تحت قوي، قتل بسببي. كانش ينفع يعني اسيب عيال من غير مصاريف ومراية. ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان. مالك قلبه على ناس ساخي ليه؟ طب والنبي بحبك. طيب بما اننا فتحنا صفحة جديدة، انا عاوز ده اشوفه فعل مش كلام. يعني ما نبقاش في الوش حبايب واخوات وصحاب، واول ما ندي ظهرنا لبعض نبتدي نلوش. صح كلامك يا سليم بيه، وانا عن نفسي نسيت كل حاجة. المهم بقى انتوا نسيتوا. انسى ازاي يا مروان؟ انسى ازاي وانا كل ما احاول اقوم وما اقدرش بفتكرك؟ انا ماليش دعوه يا حازم باللي حصل لك، انت اللي وقعت. خلاص خلاص انتهينا، احنا اتفقنا نفتح صفحه جديده يبقى نفتح صفحه جديده. طب يا عمي لما انتوا واخدين قرارات جايبيني هنا اعمل ايه؟ ما كنتوا كلمتوني بلغتوني. جايبك علشان تسمع اللي هنقرره يا حازم وتوافق عليه وتلتزم بيه. حاضر يا عمي انا موافق، هستأذنكم عشان أنا عندي شغل. اتفضل.
فارس، بعد إذنك عايزك في كلمتين. وماله؟ أول مرة نتعودوا على بعض، ولو إني ما عرفش هتعود عليك يبدأ. هتعود، هتعود يا عم. بعد إذنك. اتفضل يا فارس. نورت يا مروان. تسلم يا سليم بيه. طيب يا عمي، بما ان الحمد لله النفوس رضيت، انا بقول بقى نفتح سوا اللي اتكلمنا فيه قبل كده. انسى يا يحيى، الموضوع ده اتقفل خلاص. انت ليه مصر تخلي ده اخر كلامنا؟ عشان لو ما عملتش كده هتبقى دي اخرتنا كلنا. وبعدين ما تنساش ان انت وعدت اخواتك انك خلاص مش هتشتغل في السلاح تاني. طب ناخد رأي الناس على الأقل في اللي بنتكلم فيه. يحيى، اسمع الكلام اللي أنا بقول لك عليه. أنا فاهم كويس أنا بقول لك إيه. ونصيحة من عمك سليم، لو عاوز تبقى لعيب شاطر وحبيت تلعب لعبة حلوة، العبها صايمة. يعني إيه؟ يعني ما تاخدش رأيي. قول يا فارس، ليك في السيجار؟ لا، بحس انه مبالغ فيه قوي. مش تجيل على يدك ده؟ تصدق بالله ما في حد مبالغ فيه غيرك. قصدك ايه؟ بهزر يا فارس، بهزر. اهو العرق الصعيدي ده سبب كل اللي احنا فيه دلوقتي. شوف فارس، انا عارف ان في ما بيننا عداوه كبيره، بس انا مش عارف تصدقني ولا لا. انا بستجدعك قوي على فكره. لا صح، بتستجدعني. امال لو كنت بتستخيبني كنت عملت فيا ايه؟ محدش فينا سلم من التاني يا عم فارس. اهم حاجه انك تعرف قيمه عدوك. وانت لو ما كنتش راجل صح ما كنتش حطيتك في دماغي على فكره. ماشي، وانا هصدقك. وانت كمان يا مروان، دمك حامي وما بتسيبش حقك، وهي دي الحسنه الوحيده اللي فيك. طب ما حلو قوي الكلام ده. احنا ناخد حسنتك على جدعنتي وننزل نخرج بيها مع بعض. قصدك ايه؟ هسهرك سهره يا فارس، هترجع منها تتكلم انجليزي. تعرف يا مروان، انا كان نفسي اعرف الشيطان بيفكر كيف. دلوك لقيت ان الشيطان بيفكر زي مروان. انت ايه؟ اعوذ بالله منك يا شيخ. شاور عقلك. لا، انا ماليش في جو الخبص ده. خبص؟ انا بعد خبص ده هسيبك براحتك. بقول لك ايه؟ ايه بقى؟ ما تروح تسهر انت وتجيب صباع الديناميت ده اجربه. صباع ديناميت؟ يا ريت نرجع اعداء تاني. دي بتشرب منين دي؟ يا ابوي شربت من جفاها. تمام. المهم دلوقتي انك تحاول تخلي موضوع تجميد الأرصدة ده مستمر اطول وقت ممكن. طول ما العطارين مش قادرين يتحكموا في فلوسهم هيفضلوا في مكانهم ومش هيتقدموا خطوه لقدام. ما تقلقش، الموضوع ده تم برجالتي، يعني بمعرفتي. لا حد هيتكشف ولا حد هيعرف حاجه. نفذ اللي بقولك عليه. سلام. الباشا الكبير بتاعنا. اه، في جديد يا سمير؟ سمير رايق طول عمره، ملك الاكسكلوزيف سعادتك. ارغي. كنت كلمت سعادتك قبل كده عن باجي الخربوطلي، فاكرها؟ فاكرها. عايز اتقابل مع عليك. لما تحب تحكي لي حاجه اتكلم على طول، مش لازم كل شويه اسال. بتقول انها عاوزه مع عليك في موضوع مهم. رتب لها ميعاد. اوامرك سعادتك. انا دلوقتي عايزك في موضوع اهم. في مستندات عند سليم العطار، انا عايز
وطبعا هو شايلها في مكان محدش هيبقى عارفه الا لو كان قريب قوي منه. يبقى مفيش غيره. فتحي الرايق ابويا لا مؤاخذه. يبقى تعرف من فتحي سليم بيشيل اوراق المهمه فين وتيجي تقول لي. وعايزك اليومين دول تركز شويه في الكباريه. عايز اخبار التجار اللي عندك كلها تبقى عندي قبل ما يخرجوا من عندك. قبل ما يقولوها معاليك تكون عندك. وكده كده انا موصي سامي ما يسيبش شبر في الكباريه غير لما يعرف اللي بيحصل فيه. وهشرف على الموضوع ده بنفسي وهزود النبطشيه كمان. امشي. طب استأذن انا معاليك. اوبا في نسوان جامده اهي. قلت له عليكم غفر ليه؟ اياك اتجنيت. انت مين وجاي عند مين هنا؟ يا سيدي دول ما بيحبوش كده، دول بيحبوا الراجل الحامش. انتوا مين؟ نهار ابوكم اسود. انتوا ما تعرفوش انا بنت مين؟